اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وجسدا على البلاء صابرا. نسألك الإخلاص في السر والعلم، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب، والخشية في الغيب والشهادة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن أمة الإسلام وأنت على كل شيء قدير. اللهم فرج الكرب وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. علمك بأحوالنا يغني عن سؤالنا يا رب العالمين. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين في كل مكان، ألف بين قلوب المؤمنين في كل مكان، اجمع كلمتهم، وحد صفهم، اجمع شملهم، ألهمهم رشدهم. اللهم ألهمهم رشدهم، رد عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد عن أمة الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونج أمة الإسلام برحمتك من القوم الكافرين. لا تجعل أمة الإسلام فتنة للقوم الظالمين، ورد الأمة إلى دينك ردا جميلا، ردهم إلى الحق والعدل ردا جميلا، ردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وأنت على كل شيء قدير. درس الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع واحد ننتفع بسيرته طفلا وشابا وكهنا. ينتفع من سيرته الشباب والآباء والإخوان والمسلمون والمؤمنون جميعا. وما زلنا بصدد الحديث عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، فقال: يا رسول الله، يعني أنا لي في الجهاد باع عظيم. قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فهو كان مقامه هذا المقام. قال موسى لربه عز وجل: رب اجعلني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فما أحوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أهل بيته يؤتى العلم والحكمة والإخلاص والوفاء لله ورسوله. فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد؟ قال: أرضى يا رسول الله. إنه الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وعن صحابة رسول الله أجمعين، آمين. ولم لا؟ وجده هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب،
عبد المطلب، هذا الرجل العظيم الذي قام على خدمة بيت الله. وكل الأنبياء، وذكرنا في الخطبة قبل الماضية لما هرقل سأل أبو سفيان قبل إسلامه، تذكرون هذا، كيف نسبه فيكم؟ هرقل لما عرف أن جماعة من العرب جاءوا تجارا إلى الشام، أراد أن يستوثق من مواصفات هذا الرجل الذي سمع عنه أنه نبي، فأول سؤال كيف نسبه فيكم؟ ثم سأل أول سؤال من منكم أقرب له نسبا؟ فما قصة النسب؟ من هنا يأتي الأصالة والحكمة والعلم والإيمان والصدق والإخلاص. النسب الأصل الطيب، والأنبياء لا ينحدرون من أصول إلا وهي العراقة والأصالة والحق والعدل. فجده عبد المطلب خادم بيت الله وخادم حجيج بيت الله الحرام، فقالوا والله، ماذا قال أعداء رسول الله في ذلك الزمان؟ والله إنه فينا ذو نسب. فقال وهكذا الأنبياء لا يبعثون إلا في نسب عريض وأصيل. ثم كان سؤاله هل كان أحد من آبائه ملك؟ قال لا. قال لو كان أحد من آبائه ملك قلنا يطلب ملك أبيه. إذا الرجل مدعي، أما وأنه من أسرة فقيرة، إذا فهو صاحب رسالة، فهو صاحب رسالة. شوف الذكاء. إذا إحنا بنتكلم عن مين؟ ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، ذو الأصل الطيب، أصله أصل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بينهما المصاهرة والنسب، يعني علاقة القرابة، جدهما واحد، ثم يجمع بينهما أقوى رابطة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فلذة كبده فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعن أمهات المؤمنين جميعا. إذا هذا هو الأصل، الجد عبد المطلب. وأبو طالب ستسمعون عجبا الليلة عن أبي طالب، عجبا عن دور أبي طالب. فالجد عبد المطلب وتاريخه معروف، تاريخه معروف. لما جاء أبرهة بجيشه وكذا وهو رجل لا يملك، فماذا قال؟ واحد عنده قال له اسمع، أما الإبن فلي، أما البيت فله رب يحميه. وقد كان، شوف الثقة، هذا جد النبي، شوف الثقة، رجل وحيد لا يملك أن يدفع جيش من الفيلة، كيف يقاوم هذا؟ قال للبيت رب يحميه وقد كان. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخره. أما الأب فهو أبو طالب، وأبدأ من حيث انتهت حياته. عند الموت جمع أبناءه وأهل بيته أبو طالب، ثم قال لهم أوصيكم بتعظيم هذا البيت، فإن فيه مرضاة الرب وقوام العيش، يعني لا حياة لكم ولا مقام لكم ولا كرامة لكم إلا بأن تعرفوا لهذا البيت قدره ولرب هذا البيت مقامه. لسه بعد أن تصلى للحبيب صلى الله عليه وسلم ستسمعون عجبا. صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، كلام من؟ أبو طالب. صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، لأنه في رحلته كلها منذ أن بعث النبي كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معه حوصر معه، فتعلم وسمع وأقر النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال وكل ما فعل، ولم ينكر عليه شيئا.
صلوا أرحامكم ولا تقطعوها. واسمعوا إلى الكلام اللي يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن قلبه تشرب دعوة النبي كاملة. اسمعوا إلى قول أبي طالب: صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن صلة الرحم منسأة في الأجل. من بقى يجيب لنا الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى؟ الله يجزيك الخير، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أو في أجله فليصل رحمه. من أين استقى أبو طالب هذا الكلام؟ من أي دين؟ اتركوا الباغي الظلم والإثم والعدوان، فقد أهلك القرون من قبلكم. يا معشر قريش، أجيبوا الداعي، أجيبوا الداعي وأعطوا السائل، فإن فيهما شرف الحياة وشرف الممات. دعيت إلى شيء فأجب. وأين كانت تلك الحكمة يا أخي في هذا الزمن الطويل؟ هيبقى يحكي لنا لماذا؟ دعيت إلى شيء، يعلم الناس وأهله وقومه، إن دعيت إلى شيء في خير فأجب، سئلت فأعطي، دعيت إلى حقيقة تقبلها، دعيت إلى خير عميم فافعل. ثم قال: عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة، ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا. نفس الكلام قالته خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، أصابه الفزع والهلع لرؤية جبريل. نفس الكلام: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتقري الضيف إلى آخر. نفس الكلام قاله جعفر بن أبي طالب حينما التقى بالنجاشي، كلمنا، قال: والله إنه يدعونا إلى عبادة الله وحده، ونترك عبادة الأصنام، ويدعونا إلى أن نصل الرحم ونفعل كل هذه الأمور. نفس الكلام اللي ذكر، كل نفس الكلام، كلام فطرة، فطرة أبو طالب. كيف يقبل رجل هو على الشرك أن يتحمل كل ما يتحمل ويحاصر؟ لكن فطرته كانت سليمة، رأى شاب مستقيم على الحق، ما دعا إلا إلى خير، ما دعا إلا إلى خير، ما عرف إلا بالحق، وما قال إلا الصدق، ينصح الناس، يعين ضعيفهم، يطعم جائعهم، يقضي حوائجهم، فعرف وآمن ووقف إلى جواره مهما كلفه ذلك. ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا، اسمع، فإنه الأمين في قريش والصادق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، يعني كل الوصايا اللي أنا بحكي لكم عنها عنده. وقد جاءنا بأمر، اسمع إلى هذا، قبله الجنان القلب وأنكره اللسان. كلام من أهم ما ورد عن أبي طالب: ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش الصادق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، وقد جاءنا بأمر قبله الجنان القلب الفؤاد وأنكره النساء. كلام، هو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مش مجرد يتحدث بكلام طيب، وهذا شيء مهم جدا يا جماعة، أنه جاء بكل ألوان الخير ويدعو الناس إلى الخير في حياتهم وفي أخراهم
في أعمالهم وفي بيوتهم وفي علاقاتهم كما أنه يفعل الخير. إذن هو كلام يطابق العمل، كلام يطابق العمل. رأى أبو طالب مرة هذا الغلام الصغير يصلي خفية وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة. الطفل متربي في 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 في, في بيت مين؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مش والله شاف أبوه يترك الصلاة ويجري لأنه بيعمل، لا، ده متأسس على إنه الإيمان شرف، الإيمان عزة، تعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فما عنده ما يخجل منه أو يستحي من فعله، فثبت في صلاته ثبات المؤمنين الصادقين وهو أولئك. فلاحظ أن أباه يبصره وهو يصلي فما اضطر ولا تلجلج، ولما أتم صلاته ذهب تلقاء والده وقال له: يا أبتي، لقد آمنت بالله ورسوله وصدقت ما جاء به واتبعته. شوف الغلام لما الغلمان، وهذه رسالة، هذه رسالة. إذا أنت بذلت جهد مع أبنائك، جهد مقبول في صدق وإخلاص، توفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله، والتوفيق ثمرة الإخلاص، عليه توكلت وإليه أنيب. إن بذلت جهدا مع أولادك ومع بناتك ومع أهلك ومع جيرانك ومع أصدقائك، الثمرة بإذن الله ستكون طيبة إن كان عملك مصحوبا بالإخلاص والتوفيق والصدق مع الله عز وجل ومع الناس. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا مع هذا الغلام الصغير في تربيته تربية صادقة. فخرج الغلام بشجاعة الرجال إلى أبيه الذي ما زال على دين آبائه: يا أبتي، لقد آمنت بالله ورسوله واتبعت ما جاء به محمدا وصدقت ما جاء به. فماذا قال الأب؟ هذا نوع ثاني. قال: يا بني، أما والله إنه لا يدعوك إلا لخير فالزمه. أما والله فإنه لا يدعوك إلا لخير فالزمه. لو عندنا أبنائنا من الشباب جلس في درس الشيخ سيد وتأخر شوية، أنت كنت فين يا ابني؟ والله كنت في المسجد، الشيخ كان بيقول درس عن سيدنا علي وجلست في المسجد. بيقول إيه بالظبط؟ ها؟ وماذا قال لك؟ والله أنا خايف الشيخ سيد يغسل لك دماغك. هذا مثال مع الفارق. ممكن لو خرج ابنك مع مجموعة من الشباب الطيب في كونفنشن ولا في كذا ولا في مؤتمر كويس، شيء يتعلم شغله، ومين من حقك تعرف؟ كان أولى بك أنت اللي تاخده وتروح، كان أولى بك أنت اللي تجيبه للمسجد، لكن ما تحاولش تحاول إنه أنت يعني تنفذجيتهم، يعني كأنه عمل شيء جريمة. أنت تشجعه الأول: والله ما شاء الله ممتاز، زكا حضرت الدرس، والله اشرح لنا وقول لنا، خلينا احنا فاتنا والله هذا، حتى وان كان عندك علامات استفهام على شيء معين، بس مش اول شيء. ها؟ في الدرس مسجد مين؟ ها؟ خوفه كانه عمل جريمه. الاب اللي ما زال متمسك بدين اباه ماذا قال لابنه حين عاشر وعرف من هو محمد، وحين عرف ان ابنه قد دخل قلبه نور الإيمان؟ ماذا قال؟ والله ما يدعوك إلا لخير فالزم. الزم، افرح بدعيله. فهذا درس للآباء للتشجيع.
للتشجيع. عرفوا طريق الحق، طريق الطاعة، طريق الإيمان، طريق القرآن، طريق الصدق، طريق الإخلاص. أبو طالب رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية يصلي وعلي على يمينه، ولمح من بعيد ولده جعفر. شوف بقى الرسالة الثانية، قال له انت شو بتعمل هناك؟ قال له تعالى صلي على يسار النبي بجوار اخيك. شوف 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 العجب، قف على يسار اخيك صلي بجوار علي عن يمين النبي وجعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه الى يساره. وهذه فرحه فرح بها ابو طالب ان يرى ولديه ينشان في هذا الجو الطاهر العفيف في زمن كله فتن، كله ضلال، كله شرك، بيئه غير طيبه. فما اروع ان ينشا ابنائك في هذا الجو الطيب مع سيد الخلق. قف إلى جوار أخيك وصلي خلف النبي. فأبو طالب عرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كذب ولا يكذب. ولذلك لما جاءه سادة قريش، سادة، وقالوا يا أبا طالب إن لك فينا سنا وشرفا ومنزلا، وإنا قد استنهيناك، يعني حذر ما قلنا لك، خلي ابن أخيك يبطل الكلام اللي بيدعو إليه، فلم تنهه عنا، وإنا لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وعيب آلهتنا إلى آخره، فإما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك. يعني مش هنحاربه هو، انت هنحاربك انت كمان حتى يهلك منا احد الفريقين. شوف تهديد يعني لا يقبل تأجيل. فذهب، يا ابن اخي لو كنت تريد ملكا جعلوك ملكهم، ولو كنت تريد، عارفين القصه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبات، والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري. هذا ما يؤكد ما قاله أبو سفيان وهو عدو لرسول الله في ذلك الوقت. هذا ما قال. هل يطلب ملك أبي؟ هل كان ملك؟ هل كان كذا؟ لا. إذن اعترف، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك. شوف الثبات، شوف الثبات، عبارة تظل كده يعني ترقق القلوب، ترقق القلوب وتبعث في القلب قوة لأهل الإيمان، لمن ينشد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الثبات، الثبات. نعم، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه نشأ فتى، ولكنه تعلم وتشرب قلبه الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ويعلم الناس: يا بني أو يا بني، العلم خير من المال. كلام هات لي أحكم حكماء العصر اللي تربى في السوربون ولا في أي جامعة وخليه يأتي بعبارة مثل هذه: العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. تحرس المين؟ تحرس لغيرك، أنت حارس. وربنا قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. أمانة عندك يا حبيبي، تسأل عنها وتسأل من أين وفيما، وتترك لغيرك والله أعلم كيف يتصرف فيه وينفقه، ولا يعني أنت حارس. أما العلم
العلم يحوسك وأنت تحوس المال، العلم حاكم والمال محكوم. المال تحطه في البنك، تحطه في الحساب، وكل شيء يعني محكوم عليك بالضياع في النهاية، بك أو بغيرك، بك أو بغيرك. المال تنقصه النفقة، العلم يزكو بالنفقة. خلي كده قصة تعجبك زي قصة أبو طالب كده وكلامه مع أولاده وبيوصيهم، ها، وتثبت هنا، ولما تروح تجلس في مجلس من الصحبة الطيبة وتشاركهم يزيد ثبات هذه المعلومة عندك، ولما تشاركها أكثر وأكثر تزيد عندك، وتزيد عندك ولا يمكن تضيع. يزيد بالعلم يزيد بالنفقة. المال تنقصه النفقة، والمال يزكو بالإنفاق. مات خزان الأموال وهم أحياء. واحد غني وما عندوش والعياذ بالله طاعة لله عز وجل، ولا بيساهم بهذا المال في شيء، ولا وبخيل، ولا يتعبد، ولا سائل، والدنيا شغلة، هو في عداد الأموات، وإن كان أنه عاش مئة قرون. مات خزان في القارون، في فرعون وسلطاته اللي كان بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وفي النهاية كان يبكي، ويعني بكاء الخاسرين الخائبين، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال أنا، قال أنا. وقد لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا قال أنا وقد عصيت قابل وكنت من المفسدين. من تكون فين الغرور؟ فين الكبر؟ فين القوة؟ قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، وفي النهاية أهلكهم الله بريح، شوية ريح. فمات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون. شوف على سيدنا علي، أنت قبض إلى ربي عز وجل، ومتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نذكرهم ونعطر مجالسنا بذكرهم. فالعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم أجسامهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، أمثالهم في القلوب موجودة. وكان يقول فلينظر ناظر بعقله، سيدنا علي فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه والعياذ بالله، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. أكرمه مش بالدنيا، أكرمه بالعزة، بالإيمان، بالتقوى، بالرسالة، بالشفاعة، كل هذه أمور كرمها الله عز وجل. التكريم أبدا ما كان بالمال. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. ده ربك بيقول حتى على العصاة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. وهذه ليست قاعدة مسلمة، بعض من الناس بسبب غيه وضلاله وعصيانه وفسوقه يستدرجه الله عز وجل بنعمه حتى إذا أخذه لم يفلت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله يعطي العبد وهو على المعصية ما تقولش يا ليت لنا، ما هو قوم القارون كانوا يقولوا يا ليت لنا، اغتروا بهذا ضعف الإيمان، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه من ذو حظ عظيم. لكن أهل العلم صححوهم، ويلكم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، أي حظ عظيم، ثواب الله أعظم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. أهل العلم، أهل الفهم، أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الإخلاص، إلا الصابرون. طيب لما شاف بقى اللي كانوا يتمنوا مثل ما أوتي القوم، لما شافوا هلاكه ماذا قالوا؟ ها لولا أمن الله علينا لخسف بنا، الحمد لله على نعمة الفقر، اعتبروا الفقر نعمة، سبحان الله والعياذ بالله. شوف إذا لو أن المسألة التكريم والمنزلة بالمال كان ربنا أعطاه وجعل له جبل أحد ذهبا لو شاء، لكن كان يصوم ويفطر
يجوع ويشبع، وسيدنا يوسف أوتي خزائن الأرض، خزائن الأرض، ويقول لا تصوم يوم وتفطر يوم، يعني ما قول يا عم ليس، يقول حتى إذا جعت ذكرت ربي وإذا شبعت شكرته. شوف هذا هو المؤمن، دائما يستدل على كل ما يقوي علاقته بالله عز وجل. فالمال لا يقريه ولا المنصب يغريه، نعم. فلينظر ناظر بعقله أن الله قد أكرم محمدا أم أهانه، فإن قال قد أهانه فقد كذب، وإن قال قد أكرمه فقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا، مش كل طبعا، لكن قصده من المشركين اللي فضلوا الدنيا على الآخرة، رغبوا في الدنيا وزهدوا في الآخرة، ولهذا يقول سيدنا علي رضي الله عنه: يا بني ما خير بعده النار بخير. أي نعيم تعيش فيه؟ والعياذ بالله، اللهم نجنا وإياكم من النيران، نهاية النار، أي خير بعد؟ ما خير ولا نعيم ولا سلطة ولا جاه ولا قوة ولا عزوة ولا ولد، وبعده النار بخير. والله عز وجل قال: وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الله، قل إن ربي يبسط الرزق، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا، إلا من آمن وعمل صالح. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المال يجب أن يكون وسيلة تعينك على طاعة الله، على التقرب إلى الله. الله عز وجل قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا من آمن وعمل صالحا. استخدم هذا المال في طاعة الله عز وجل، في الأوجه التي شرعها الله عز وجل، في الأوجه التي شرعها الله عز وجل. أما غير ذلك فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فيقول: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة، الجنة بشر. يعني أي صعوبات تقابلك في طريقك وأنت على الطاعة وعلى الإيمان وعلى الصدق وعلى الإخلاص، أنت بتحسبه شر، هو مش شر، لأنه سيقودك إلى الجنة في النعيم الذي لا ينتهي، النعيم الذي لا ينفد. لا، هذه الجنة، هذه الجنة. وكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. شوف الكلام الرائع، احفظوا يا جماعة هذا الكلام: كل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء، أي شيء دون النار، عافية. عافية، طالما أنت على الطريق الذي رسمه الله عز وجل لك، تتبع ما جاء به الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عقبات تقابلك اذكر حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل كان في أحد أفضل على الأرض منه؟ كم من الصعوبات واجه، كم من المتاعب والآلام واجه. ثم يقول: قوام الدنيا والدين أربعة، أربعة هم عصر هذه الأمة، وما أحوجنا في هذا الزمن اللي اختلط فيه الحق بالباطل وأصبح الناس مش عارفين، تايهين. قوام الدنيا والدين أربعة: عالم، شوف كلام يا جماعة، ده كلام موزون بميزان الذهب، عالم مستعمل علمه. ما هو المتحدثين اللي كلامهم ما شاء الله يشجي الأفئدة والعقول والقلوب، رائع، لكن العمل. عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. خلي بالك، واحد له رغبة، لكن واحد لا يعلم ويستنكف أن يكون في مجالس العلم. معنى يستنكف يعني يرفض أن يحضر العلم أو يتلقى العلم أو يتكبر على الحضور في مجالس العلم، والعياذ بالله. إذا قوام الدين والدنيا أربعة: عالم مستعمل العلم، وطالب علم لا يتكبر على العلم، إحنا محتاجينه، لأنه عالم بدون طلاب علم لمين يعلم؟
فعالم مستعمل هذا العلم قولا وعملا وسلوكا، وطالب علم متواضع يأتي إلى المساجد ويتكلف ويتكبد الوقت والمشقة حتى يتلقى العلم، والعلم يستحق. لما سيدنا عبد الله بن عمر واحد يأتيه من اليمن شهر عشان يسأله على سؤال، وفي الآخر يقول له والله لا أدري، أنا مسافر لك شهر والآخر تقول لي لا أدري، قال له آه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني من أفتى بغير علم فقد كفر وأنا لا أعلم. ويقول والله الرجل طلع زعلان يضرب كفا بكف ويقول والله ما فرقت بشيء فرحي بقومي لشيء لا أدري لا أدري. شوف العالم، علماء ربانيين وطالب علم لا يتكبر على حضور مجالس العلم، وغني لا يبخل بماله، هذه قوام الأمة. اللي بيموتوا فقراء في كل بلاد المسلمين دول الأغنياء أيامهم طويلة مع الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، أيامهم وحسابهم على الله شديد، لأنه هيشرح لنا سيدنا علي لماذا أصبح هؤلاء في هذا المكان. اسمع، غني لا يبخل بماله وفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره أو بدنيا، مش عشان أنا فقير أستبيح كل الحرام أو أفعل كل ما حرم الله عز وجل من أجل أن أنا فقير. فيقول فإذا ضيع العالم علمه، يعني إذا لم يكن العالم قدوة وأسوة استنكف الجاهل أن يتعلم. شوف ما كل شيء مرتبط ببعض. العالم إن لم يكن مخلصا لله عز وجل، إن لم يكن عالما ربانيا، إن لم يبتقي بهذا العلم وجه الله عز وجل، النتيجة المترتبة على ذلك أن الناس ينصرفون عنه. وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنياه أو دنيا غيره. إذا البخيل ما بيعطيش، إذا الغني ما لا يعطي، ماذا سيفعل الفقير؟ سيضطر إلى الحرام، وسيضطر إلى الكذب، وسيضطر إلى النفاق، وسيضطر إلى الغش. إذا هذه أمور كلها مرتبطة، صلاح الأمة أربع أشياء لابد نحفظهم، لو خرجنا بهذا الدرس فقط اليوم كفانا. قوام الدين والدنيا أربعة: عالم مستعمل علمه، عالم مستعمل علمه، وطالب علم لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا لم يستعمل العالم علمه، يعني يقول كلامه ويتصرف غيره، لا يعني لا يتحلى بالإخلاص ولا بالصدق، وظيفة يجامل ينافق يرائي والعياذ بالله، النتيجة استنكف طلاب العلم عن علمه. وإذا بخل الغني بماله النتيجة أن الفقير سيبيع آخرته بدنياه. شوف هذه الأقوال الرائعة، هذه أقوال رائعة، ما أجملها لبطل هذه الليلة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل انضم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة من عمره، وجاءت الرسالة بعد أربع سنوات من رفقته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عمره 10. وتخيل بقى، كلنا عارفين القصة، ويكون أول صبي يعلن إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أول صبي، أم المؤمنين خديجة أول امرأة، وهو أول صبي، سيدنا أبو بكر أول رجل، وأول خادم زيد بن حارثة. شوف الشرف، ما هو فيه رجال يا جماعة له مواقف ناصعة بيضاء تعرفها من أول موقف، تلاقي حياتك كلها مليئة بالإنجازات والنجاحات. موقف وموقف لسه لم يظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تكون من أصحاب المبادرة، تزن الأمور ميزان صحيح.
وتأخذ القرار الصحيح ولا تنتظر. خلينا نشوف والله الناس هيدخلوا ولا لا. ما احنا دايما نقول خلينا نشوف، نبحث في الأمر، نفكر فيه، ندققه، نمحصه، نتشاور. لا، كان صاحب ببعض منذ أن كان عمره 10 سنوات وما ندم عليه ولا غير ولا بدل. فهل كان طفل أو صبي؟ ده ربنا قال فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما غير ولا بدل، ما غير ولا بدل. وقرار مصيري، قضية إيمان، قضية كفر بالديانات الباطلة التي وجد عليها آباءه وأجداده وقبيلته ودولته. كان صاحب قرار، كان عنده نظرة وعنده رأي. وهذا ما نحتاجه، إن إحنا نعلم أولادنا. مش طول ما ابنك تقول له لا، علمه كيف ياخذ القرار، يتشاور معاه، شاوره حتى لو كان صغير، شاوره وخليه عنده، ما يكونش إمعة، يكون قادر على اتخاذ القرار الصائب. علمه الرجولة منذ صغر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تأخذ على غلمانها وهي صغار تضربهم، تقول أنا ما أريد، أنا أريده فارسا، أنا لا أريد ولد مائع ولا ولد، لا أريده فارسا بطلا. فكانت تشد على أيديهم منذ نعومة أظفارهم. لذلك انجبر لهذه الأمة رجال، أولاد الزبير بن العوام كلهم اسمعوا عنهم واقرأوا. فهكذا شوف، غلام في سن 10 سنوات يأخذ القرار، آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله وخادمه، زي لما رأوا من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته ورفقه ورحمته. كيف أسلم؟ اسمع، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي يوما، رأى النبي يعني علي، رأى النبي يصلي يوما فقال ماذا تصنع يا رسول الله؟ قال إني أصلي لرب العالمين. قال ومن رب العالمين؟ شوف شوف الأسئلة. فقال يا علي إنه إله واحد لا شريك له، له الخلق وبيده الأمر، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فما كان منه، رضيت بربك ربا وبك رسولا. شوف 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 الرجولة. نعم، نعمة من الله أمن عليه أن أسلم وهو في هذا السن، لأنه استطاع أن يخدم الإسلام والمسلمين من خلال السن المبكرة واليقظة والذكاء والحكمة. فتلقى العلم والحكمة والخبرة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن الصغير، فأصبح رمزا للعلم والحكمة والفقه والقضاء والعدل. وهذه نعمة من الله عز وجل. والحقيقة إن الإنسان كم واحد مننا مرت به أشياء ويكون قدامه فرص، ونظرا لأنه طيب لا لازم وراها شيء، يعني لازم الحكاية فيها كذا ولازم، تفوت الفرصة. قد تفوت، يعني لو أجل شو لك أنا لسه صغير، أنا لسه طفل، طب لما أبلغ، طب لما كذا، الله أعلم كذا اللي يحصل. لكن لأنه على الفطرة ويحب الخير فأراد الله له الخير، فهداه إلى الإيمان منذ نعومة أظفاره ليتلقى الحكمة والعلم والفقه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النموذج اللي شافه ده، شاف نموذج. احنا عندنا جماعة قرآن مقروء وهو هذا الكتاب، وعندنا قرآن منظور، وعندنا قرآن مشروح مترجم إلى عمل وهو هو الرسول صلى الله عليه وسلم، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندك قرآن مقروء تقرأ، وعندك قرآن تراه في آيات الله في الكون، وعندك قرآن سلوكي. لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قالت؟ أتقرأون القرآن؟ كان خلقه القرآن. ترجم آيات القرآن إلى سلوك عملي رآه الناس. فرأى القرآن المقروء سيدنا علي رضي الله عنه،
ورأى القرآن كتاب الله المنظور اللي هو الكون وآيات الله في الكون، ثم رأى القرآن المترجم إلى سلوك وأفعال وأمانات وصدق وإخلاص في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أكثر تأثيرا في شخصيته وفي تكوينه. تعرفين كانوا سموه سيدنا علي ربيب القرآن، ربيب القرآن، تربى على مائدة القرآن، ربيب القرآن. فكان يقول بعد أن تعلم واكتسب من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم والحكمة والفقه والخبرة، سألوني وسألوني وسألوني عن كتاب الله ما شئتم، فوالله ما من آية من آياته إلا وأنا أعلم متى نزلت، في ليل أو في نهار، وفيما نزلت ولما نزلت، وما أسباب نزولها، وما ملابسات نزولها، ومن تعني وما تعني. لو سألنا أولادنا بالله عليكم، وأنا لا ألوم أحدا، ولكن أنا أريد أن أحفز لديكم حب هذا النموذج الرائع، فنتأسى به ونحب لأولادنا الخير والإيمان والصدق والفهم. لو سألنا أولادنا كم يفهمون من معاني القرآن في جزء عام، قل والله أحد، محتاجين عمل يا جماعة، محتاجين عمل. لذلك الإمام الحسن البصري كان يقول عن سيدنا علي رضي الله عنه: أعطي عزائم القرآن. مين بيقول عن مين؟ سيدنا الحسن البصري يقول عن سيدنا علي رضي الله عنه: أعطي القرآن. ربنا بيقول يا جماعة لسيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وبعدها فخذها بقوة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، ألواح توراة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فيقول سيدنا الحسن البصري يشرح حال سيدنا علي رضي الله عنه مع القرآن، يقول: أعطي عزائم القرآن وعلمه وعمله، قوة القرآن ويقين الله عز وجل في هذا القرآن أعطيه سيدنا علي، وعلم القرآن والعمل بالقرآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهم القرآن، قوة الإيمان الموجودة في القرآن، والعلم بما جاء به القرآن والغايات من نزول هذه الآيات، والعمل بالقرآن. والقرآن هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك في الأثر من نعم الله على أهل القرآن يا جماعة: من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. هذا القلب الذي يحفظ كتاب الله يحمل أغلى كلام على وجه الأرض والسماء، أغلى كلام. هل يخرف هذا العقل؟ هل يمرض هذا العقل؟ شوف نعم، وشوف بقى من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أهل القرآن، إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، عرفوا قيمة القرآن. طيب، الله عز وجل ذكر في على القرآن يا جماعة آيات، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. لما قرأ سيدنا علي هذه الآية، شوف كان كيف يتعامل مع القرآن، كيف كان، ماذا يقول؟ فبأي حديث، يبكي، فبأي حديث؟ لا بحديث غير حديثك نؤمن يا رب. شوف التفاعل مع القرآن وفهم آياته، لأنه في سؤال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فتكون الإجابة كيف يتعامل؟ فبأي حديث؟ هل نؤمن بحديث غير حديث الله؟ هل نؤمن بك
بكلام غير كلام الله؟ هل نؤمن بكتاب غير كتاب الله؟ فيقول: لا بحديث غير حديثك يا رب نؤمن. شوف شوف التفاعل مع القرآن. سيدنا علي كان له مزايا وما يعلمه الله عنه أكثر مما نعلم نحن. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كان يقول لفلان عبد الرحمن بن عوف: أنت أخو سعد بن ربيعة. يا فلان أنت أخو فلان. يا فلان أنت أخو فلان. حتى جاء مين بقى؟ علي. قال تعالى: أنت أخي يا علي. شوف المؤاخاة، عقد محبة ومودة بين المؤمنين بعضهم وبعض. والعقد مش عقد الكلام، ده ربنا قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما الذي يمكن أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعطيه، ده شرف ما بعده شرف. يا مسألة مال وكل شيء عندنا يتقوم بالمال؟ لا، ما أراده النبي عليه أعظم من مسألة المال. يعطيه العلم والحكمة والفقه. وكان يقول: علي مني وأنا منه، علي مني وأنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أخي، هذا أخي. كان يقول لما علم أن الناس تلهت وراء الدنيا، كان يقول: يا دنيا إليك عني، طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، غري غيري، غري غيري. ويردد هذه المقولة، ثم يقول: أمدك قصير وعيشك حقير، آه من قلة الزاد وبعد الطريق. واحد يا جماعة كأنه عايش الآخرة في الدنيا، عايش الآخرة في الدنيا. آه من قلة الزاد. وما هو الزاد؟ الزاد يوم القيامة طعام وشراب؟ لا، وتزودوا، خد زادك ومتاعك معاك. لو ما عندك الباسبورت وما عندكش جواز السفر وما عندكش الآيدي لن تدخل. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة يا رب بغير حساب. لازم تكون عندك المقومات، لازم تاخذ التأشيرة، والتأشيرة لا يمكن لا بالوسطى ولا بالمال، بالعمل. فكان يذكر نفسه: آه من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر. شوف، كان سيدنا أبو ذر كان يعظ منه: أليس أحدكم إذا أراد أن يسافر سفراً تزود بزاد؟ قال: نعم. قال: والله فسفر الآخرة أبعد مما تظنون. أطول مسافة سفر كان أسبوع، يوم الآخرة ده يوم 50,000 سنة. طول السفر 50,000 سنة. اللهم هون علينا يا رب. قالوا: دلنا على زاده. قال: حج حجة لعظائم الأمور، وصل ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وصم يوما شديدا حرا ليوم النشور. ثلاث أمور حج. والله لو سألت يا إخواننا في على مستوى المجتمع الإسلامي كله، كم واحد قادر على الحج ولم يحج؟ وكم واحد بيحج كل سنة ويرجع ولم يتغير شيء؟ يعني في تناقض غريب. ناس قادرين على الحج ومؤمن ومذنب، اللهم عافينا يا رب جميعا واغفر لنا جميعا، امين. وواحد يحج كل عام واصبح تقليد الحج، راح الحج جنب ولم يتغير شيء بالسلوك. وفي اهل الاخلاص واهل الصدق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، امين. في كثيرين، لكن تتعجب من هذا ولا؟ المفروض لا، المفروض شوف، يقول لك الحج انت رايح
مهاجر إلى الله بنفسك ومالك، تركت أهلك ومالك ولدك. تعلم وتذكر وقوفك بين يدي الله، ولا معك مال ولا معك شيء إلا عملك. تذكر تلك اللفافات التي تلف بها جسدك، لن تأتي بغيرها يوم القيامة. لا ينفعك مال ولا بنون إلا من أتى الله. أليس في ذلك عبرة؟ أليس في ذلك؟ فيقول سيدنا أبو ذر، شوف، حجوا حجة أو حجة لعظائم يوم القيامة، وصل ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وصم يوما شديدا حرا لطول يوم النشور. لطول يوم النشور ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من صام يوما يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فما بالك بقى لو كنت من اهل الدين والخميس والثلاث ايام البيض، يعني الله متقبل منه، ولا من قيام اهل قيام الليل، اهل قيام الليل. اللهم ارزقنا قيام الليل رب العالمين، وارزقنا الاخلاص. يقول علماء السيرة عن هذا الامام الرائع الجميل الجليل: لم يكن بين ما يقول وما يفعل بعد ولا مسافة ولا فراغ. بين ما يقول، ما معنى ذلك؟ إنه أكثر تطابقا، أكثر الناس تطابقا قولا وعملا، ما في فراغ. نموذج، نموذج بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك لو سألنا هذا السؤال: بما يتفاضل الناس يوم القيامة؟ بما يتميز الناس أمام الله يوم القيامة؟ الرجل أو المرأة؟ أو المرأة؟ شيء واحد، التطابق في القول والعمل. كثير من الناس تلقاه طيب الكلام، عذب الحديث، ولكن أول ما تعمل بزنس، أنا ما أعرف هذا الشخص، ده واحد تاني. فالتطابق، تطابق الأقوال مع الأفعال، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تطابق أقوالنا مع أفعالنا يا رب آمين. هذا ما يرفع الإنسان درجات مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله المؤمنين، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. الصحابي الجليل صلى الفجر يوما، علي رضي الله عنه، في الكوفة وهو أمير المؤمنين. لما فرغ من صلاته جلس مهموما حزينا في مكانه، والناس من حوله يعرفون له طول الصمت. وطول الصمت كما ذكرنا يا جماعة في إحدى الخواطر، إنه التأدة وحسن الصمت وطول الصمت صفات المؤمنين: الصبر والتأني، التأدة، حسن الصمت، حسن الخلق. أسمع لمن أجالس، وأسمع أكثر مما أتحدث لأكتسب وأتعلم، هذه سمات المؤمنين. فهو كان من هذا النوع يسمع، ولم يتحرك أحد حتى طلعت الشمس. فقام وصلى ركعتين، ثم هز رأسه في أسى، وقال بعد أن قلب يديه في الأسى المحزن: في الشيء حصل، والله لقد رأيت، اسمع ماذا قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم. تعال لا شوف اللي أنا فيه. لكن والله أنا على يقين أن أمة الإسلام بخير إلى أمانة الله برضا معنا. السورة مش قاتمة يا جماعة، والله وجودكم هنا دليل الخير، والله وجودكم في هذا المكان الطاهر الطيب المبارك دليل الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل أمتي كالمطر، مطر خير، رمز للخير والنماء، لا يدرى أوله خير أم آخره، الغيف. فهذه
الشهادة أسأل عنها أمام الله، وجودكم هنا دليل أنكم أهل خير، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون وبين أعينهم آثار ليل باتوا فيه لله سجدا. كل واحد يأتي يوم في الصباح هو ينظر في وجوه الناس، سيدنا علي ما هو أوتي الفراسة ونور الإيمان، قال كان أنا كنت أشوف أصحاب النبي في صلاة الفجر أرى آثار قيام الليل على وجوههم، النور الإيمان. لقد كانوا يصبحون وبين أعينهم آثار ليل باتوا فيه لله سجدا يتلون كتابا ويتراوحون بين جباههم وأقدامهم. الواحد مش قادر يصبر طول في الصلاة، في صلاة الفجر. وإذا ذكر الله مادوا كما يميل الشجر في يوم ريح من الخوف من الله عز وجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ثم هملت أعينهم بالدموع حتى تبتل ثيابهم. طب هذا في كم سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. وواحد من التابعين يقول والله لقد رأيت أو عاشرت 40 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى النفاق، كلهم. واحد تابع ما لا لم يرى النبي، رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يجلس مع واحد منهم يقول أنا أخشى أن أكون من أهل النفاق. كلهم ما سمع منهم واحد يقول أن إيمانك إيمان أبي بكر وعمر، أبدا. كلهم يخشوا النفاق، كلهم يخشوا النفاق. سيدنا علي رضي الله عنه نعتبره أهل السنة والجماعة رمزا من رموز هذا الدين، وقدوة وأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير من عاشر النبي في حله وترحاله في بيته وفي أهله وفي كل مكان، فتعلم واقتبس من نور النبوة. الأمة ما أضعفها ولا أذلها لأعدائها إلا خلافات أهلها، وهكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل، قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومن عن الثالثة، سألت ربي ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، سألت ربي ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، يعني هلاك عام والعياذ بالله. ترون أمم تباه، قوم لوط ولا قوم صالح ولا قوم هود، فأخذتهم فخسفنا به، وهكذا أمم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلك هذه الأمة بهلاك عام، لا بجفاف ولا بفقر ولا بمرض ولا بوباء ولا بزلازل، بفضل الله عز وجل. ومنطقتنا الجغرافية من أعظم المناطق وأحسن أجواء في الدنيا، وآمنة والحمد لله رب العالمين. ثم سألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ ما في أيديهم فأعطانيهم الاثنين، ثم سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني، لأنه العداوات الداخلية سببها البعد عن الله وعن الإيمان. البعد عن الإيمان، إذا تخلى الناس عن الإيمان تنشأ، ما منشأ العداوة بين تخيل كده أي اثنين على خلاف، ما
ما منشا العداوه. دين الله امور دنيويه تافهه، امور دنيويه لا علاقه لها بالدين ولا على الغيره على دين الله ولا على كتاب الله ولا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. منشاها الا العمل، المال، البزنس، الميراث. فلذلك يحاول الاعداء من الداخل ومن الخارج انهم يثيروا بعض الامور اللي قد تنشئ خلافا بين اهل الدين الواحد. والله عز وجل قال انه ما سبب قوه هذه الامه في وحدتها. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم فاتقون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. شوف الخلافات اللي اثارها اعدائنا في الداخل وفي الخارج وترتب عليها ما نعيشه. كان اللهم فرج الكرب يا رب العالمين. نختم بهذا لانه الحديث لسه مع سيدنا علي، احنا لسه نتكلم لنا جلسات مع سيدنا علي والحسن والحسين. هذا قصص لابد ان نتعلمه اهلنا واولادنا واخواننا. يقول تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا تكونوا من اهله. اذا العلم لا يكون علما الا اذا ترجم الى عمل، ترجم الى عمل. تعلموا العلم تعرفوا به ثم اعملوا تكونوا من اهله. ثم قال الا وان الدنيا قد ارتحلت مدبرا. كيف هذا الكلام؟ كل واحد فينا منذ ان ولد اعطى ظهره للدنيا وهو يقول على الاخره. كلام واضح. واحد يقول لك يا شيخ النظره التشاؤميه دي، لا هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. اليوم نفسه يناديك يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فاني اذا مضيت لا اعود الى يوم القيامه. اذا لو انت بتطلق صاروخ في الفضاء كده اللي بيطلعوه الفضاء بيبقى مكون من مجموعه اجزاء ما يقدرش يحتفظ بها طول الرحله ويسقط له مراحل. المرحله دي تقطع بها كم الف ميل ويخلص منها، المرحله الثانيه يخلص بها كم الف ميل ويخلص منها، الثالثه الى ان يصل الى منتهى. نفس الشيء صاروخ حياتنا انطلق منذ ولادتنا يصل الى منتهى عند الموت. فاذا انت الصاروخ فارق الارض الى السماء، صح ولا لا؟ ففي رحله طولها كذا. فاحنا نفس الشيء، احنا منذ يوم واحد يولد الانسان هو عمره يوم، ثم هو ينطلق في رحله منتهى الى الله عز وجل. فهو يقول الا وان الدنيا قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبله. يعني يا اما انت ماشي للاخره او الاخره ماشيه لك. سبحان الله. ولكل واحدة منهما بنون. طلاب الدنيا، الدنيا لها اصحاب يحبونها، والاخرة لها اصحاب يغتنمون من الدنيا ما ينفعهم في الاخرة. ففيه عشاق للدنيا يهلكون انفسهم في سبيل الدنيا، وفيه غيرهم ياخذ من الدنيا ما يعين على طاعة الله عز وجل. ما يعين على طاعة الله عز وجل ويكتسب ثواب الله في الاخرة. فكونوا من ابناء الاخره. انا بقول لك سيدنا علي ده وكانه عايش حياته في الاخره. فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. كلام غالي جدا وعظيم. ونسال الله عز وجل ان يعيننا هذا الكلام على ان ننهج نهج هؤلاء الصالحين وان نسير على دربهم وان نتاسى بهم قولا وعلما وفهما وحقيقه وحكما يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، نجنا ونج بنا واجعلنا سببا لمن نجا، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ونخزى. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على محبتك، ثبت قلوبنا على الايمان، ثبت قلوبنا على القران. اللهم ثبت قلوبنا وقلوب ابنائنا وبناتنا وزوجاتنا واخواننا واخواتنا على طاعتك وعلى محبتك. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حبب إلينا جميعا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا جميعا من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.